ورطة مقابل شوطين، وبالتالي سموحة في المركز الثالث. يسعدني في هذه اللحظات ان يكون معي مستر دروجان المدير الفني لفريق السواحل الليبي. بقول له يعني حظ سعيد في البطولات القادمه، اديت بشكل رائع، لكن المركز الرابع بالنسبه لك في هذه البطوله تقييمك وتعليقك عليه بعد الخساره امام سموحه في تحديد المراكز. So hard luck for the match today. You did great. You did a great game. So for the fourth place, what do you think of this? Well, first congratulations for Smocha club and for a bronze medal. For me is I'm not satisfied for place because my team is could be third, but this is volleyball. Every set was on difficult on 2 points. Who made reduced mistake and who made a small number mistake? He won, and Smocha have many players to change in between set, and this is better for Smocha. I had only 2 players to change, but you saw we lose 3-2. But what to do? This is volleyball. هو بدأ كلامه بتهنئة نادي سموحة بالفوز بالميدالية البرونزية، واتكلم عن المباراة. طبعا هو بيقول انا غير راضي تماما عن اداء لعيبته، كان في خطأين خسوا منهم نقطتين، وبيقول طبعا ان هو كان عنده لاعبين بس بيغيروا فيهم لانه عنده اصابات، ولكن نادي سموحة كان عنده كذا تغيير وقدروا يستغلوا. طبعا التارجت اللي وصل بيه في ختام البطولة بتحقيق المركز الرابع كان معد ليه بشكل كويس، ولا شايف ان هو حقق مفاجاه في هذه البطوله؟ So at the end of the competition you are in the fourth place. So you have well prepared for this competition or it was suddenly that you got the fourth place. We didn't know who will come to play here. I know only two Tunisian team not come. And for other team from other country, I didn't know what is level. But I know in Egypt team is for Egypt team is high level because Egypt have a strong league and have experience. Every game they play a strong match, and this is advantage for Egypt team. For me, we need to play better and better because for me it's important to take first place in Libya. For I know in African Championship we cannot be first or second, but this season we start very well in group. We made 5 victory and quarter final won 3-1, and we have a big chance in semi final and now in for third place, but it's loose. بيتكلم طبعا ان البطوله بطوله قويه ابتدت. هو كان عارف قبل البطوله ان الفرق التونسيه مش هتشارك، ولكن هو كان عارف برضو ان الاربع الفرق المصريين هيشاركوا، ويقول ان الدوري المصري دوري قوي، اللعيبه عندها خبره وقدرت تحسم البطوله لصالح طبعا الفرق المصريه. ولكن بيقول ان هم بالنسبه في ليبيا هو الفريق الاول في ليبيا، هم فازوا بالدوري، كان عارف ان يحصلوا على المركز الاول في بطوله افريقيا كان حاجه مش محتمله، ولكن هو بيقول هم هيستعدوا اكتر واكتر للبطولات القادمه. انا بشكره واتمنى له التوفيق في الفتره القادمه مع الفريق الليبي. Thank you so much and good luck of course. Thank you. Thank you for it. Thank you. إذا ده كان لقاءنا مع المدير الفني لفريق السواحلي الليبي بعد تحقيقه للمركز الرابع وخسرته في مباراة تحديد المراكز أمام سموحة، وبعد قليل بإذن الله المباراة الختامية نتمنى التوفيق فيها لفريق النادي الأهلي. إليك الكلمة كابتن هيثم السعيد. ده كان لقاءنا مع المدير الفني الكرواتي لفريق السواحلي.